مين؟ طب اقولوا يا جماعة، مي من القاهرة، أستاذة مي. ازيك يا استاذ ياسمين؟ أهلا بحضرتك أستاذة مي، اتفضلي. بصي، هو انا حبيت ان انا اشارك معاكم قوي اتفضلي. قوي. تمام. اولا انا مطلقه، تمام؟ والنعم. فمطلقه مرتين، تمام؟ اتفضلي، سامعيني؟ سامعاكي. ايوه. اوكي. اول جواز ليا انا كنت متخرجه وبشتغل وتمام جدا، اتجوزت، جبت بنتي. الحياه كانت شبه مستحيله اصلا، انا ما كنتش متجوزه عن حب خالص، تمام؟ كنت متجوزه جواز عقلي، يعني كنت عايشه في قصه حب قديمه وبتاع، وقلت خلاص هختار بعقلي وعملت كده. طلع ان الموضوع غلط خالص، تمام؟ والدنيا باظت اكتر. المهم، عشت ربيت بنتي اجبارا من اهلي، علشان مش عايزين حاجه تبقى اسمها طلاق، مش عايزين نطلق، تمام كده. المهم ان انا عشت فتره ربيت بنتي وبتاع، لغايه لما كان اخو جوزي المفروض كان عايش بره مصر في امريكا او حاجه كده يعني. المهم لما رجع، هو كان اخوه الكبير، اتكلمت معاه وبتاع، هو اللي وقف جنبي وهو اللي كلم اهلي وقال لهم لا، لازم ما هي تتطلق، هي زي بنتنا ومش عارف ايه، واللي بيحصل لها احنا ما نرضاهوش، يعني لولا كده انا ما كنتش اتطلق، تمام؟ تمام. دي حاجة. كان هو بقى، يعني أنا ممكن أتكلم عنه عادي، كنت أقول لك إن هو بيتكل عليا في كل حاجة. ده الأولاني. الأولاني، كان أنا اللي بشتغل، ممكن هو ياخد أجازات كتير كتير كتير، معتمد إن أنا بنزل بشتغل، لو هو اتزنق في فلوس أنا بديله. قصة إن هو مثلا يقول لي أنتِ اتأخرتي أو جيتي أو كده، مفيش. ممكن بنتي تبقى تعبانة بالليل، أنا أنزلها دي الدكتور حاجة الساعة 2 كويسة. بالليل، تمام؟ حاجات كتيرة جدا ما كانش ينفع فيها الحياة. اوكي. المهم ان انا الحمد لله انفصلت، قعدت فتره مش عايزه اتجوز خالص، خلاص انا عايزه اقعد اربي بنتي، اعيش حياتي، تمام؟ تمام. لقيت نفسي انا اصلا من ساعه ما اتخرجت بشتغل، تمام؟ انا سبت بشتغل ومتعلمه ومحضره الحمد لله والكلام ده كله. وصلت لنقطه ان انا اهلي لا، انت مطلقه ما ينفعش تشتغلي، الناس هتقول ايه، مش هينفع، مش عارف ايه كده، ده الأهل دكتور تمام؟ سيد اللي كنا بنتكلم فيه من شوية. اهلي لا، مش ما فيش بقى، هتفضلي رايحه جايه وانتي مطلقه ومش عارف ايه، والناس تقول ايه ومش عارف ايه، عملت ايه بقى يا أستاذة تمام؟ مي؟ والله فكرت في الجواز، يعني ده الحل الوحيد، تمام؟ فكرت ان انا اتجوز، اشوف حد كويس يحافظ عليا انا وبنتي، ما فكرتش بقى في حب ولا الكلام ده خالص، انا فكرت بعقلي، تمام؟ المهم ان انا اتجوزت حد محترم جدا، وحد بيشتغل يعني في وظيفه مرموقه جدا، وكان فرق السن بينا حوالي 12 سنة، بس أنا ما فكرتش في أي فروق بينا، أنا قلت إن هو راجل محترم هيحافظ عليا ويعمل لي بيت وهبقى براحتي في بيتي وكده، تمام؟ اتجوزته وعشنا مع بعض كويس جدا، وكان حد كويس وسبورت ليا في شغلي وفي كل حاجة. بس كان في مشكلة بقى، اللي هي بنتي، يعني في غيرة بقى من ناحية بنتي شوية، إن أنا بحبها جدا، إن أنا بهتم بيها جدا، إن أنا مش عارف إيه. وحصل ان انا جبت منه طفل، تمام؟ والمهم يعني في الاخر ان انا وصلت لمرحله كده، لما انا لقيت نفسي اسمي كبر في شغلي وخلاص، عندي شقتي، عندي عربيتي، عندي حاجات كتير، مش محتاج الراجل في حياتي يحرق لي دمي ولا يضايق بنتي، تمام؟ ولا عايزه اي حاجه، خلاص انا واقفه على ارض صلبه، حسيت انفصلتي ان انا عنه. قويه وقدرت اخد قرار الطلاق، وطلبت، ان انا اللي طلبت الطلاق بعيدا عن اهلي، انا اللي خدت القرار وانا اللي عملت كل حاجه، تمام؟ بس بعد يعني انا بعد بقى القصه دي، ان ايوه. انا دلوقتي انا عايشه في بيتي، بربي ولادي، بقالك قد شخصيه ايه مستقله. منفصله يا استاذه مي؟ 4 سنين. في ال4 سنين دول اكبر معاناتك في الحياه ايه؟ اكبر معاناه عندك؟ انا عايزه بقى اتكلم من ناحيتي انا، انا مفيش اي معاناه على فكره بتقابلني خالص، انت امراه يعني قويه. يعني انا ولا في قصه ان واحده صاحبتي تخاف على جوزها مني، انا بروح النادي مع ولادي انت بيتمرنوا عايشه في وبشوف وسط سوي. ما دام في ناس على يعني التليفون التاني مش كده، قول. بجد إيه، لا يعني الناس شايفين، بالعكس بيحترموني جدا، شايفيني ست قوية جدا جدا. ولادي بيحترموني، صحاب ولادي قريبين مني اكتر من اهاليهم، بل بالعكس بييجوا يحكوا لي على المشاكل اللي جوه البيت عندهم، حلو حلو تمام؟ حلو، واضح انك امرأة عاقلة ويعني في ثقة من اللي حواليك. طب استاذة مي، الحمد لله. ما انا بت... بس ما بت... ما يعني ما بتشتاقيش لوجود رجل في حياتك ولا خالص، بصي خالص؟ هقول لك على حاجه يا استاذه ياسمين بقى، انا معترضه معاكي اصلا من البرنامج بتاعك. اعترضي براحتك، ده بصي العادي. يعني انت لا، براحتك قولي فرعون، قولي الكلام ده كله، بس انا هقول لك على حاجه واحده بس،
الراجل لو هو فعلا كويس وحد محترم هو يبقى كده، يبقى فرعون وتاج راسي، ده اللي بتكلم عنه بالظبط كده، بس كده. لكن فعلا اذا العكس لا يستحق طبعا، ما ينفع بالظبط كده، بالظبط كده. بس لكن الست، انا عايزه الست المطلقه تبقى واثقه في نفسها. أيوة. واهم حاجه ان انا بنصح بيها بنتي وبدخلها جوه دماغها دلوقتي، ان هي تكون ست بتشتغل، بتشتغل مسؤولة، بس كده. لأن مهم. هو ده اللي بيقوينا. لكن أغلب الناس دلوقتي، أنا عندي صحابي 90% منهم عايزين يطلقوا، بس مش عارفين عشان مش مستقلة ماديا. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وطبعا أكيد تحية ليكي لأنك قدرتي تعملي ده عشان بنتك. معانا مدام إيناس.